قال والتعذيب لدى ميليشيات الحوثي يعتبر من الأصعب في العالم. الفرنسي عبد القادر ماروك واليمني جمال المعمري يرويان قصص التعذيب التي تعرضا لها على يد الحوثيين في سجون عدة، منها سجن الأمن السياسي. وصلنا الأمن السياسي، كانت هناك المأساة، كان يتعلق في الشمسي لفترات طويلة، يعني كان يجلس طوال الليل في الشمسي. أما ما تعرض له الأخ الفرنسي الأستاذ عبد القادر ماروك، هم خطفوا طبعا من المطار، من مطار صنعاء، وجابوا له عندنا. عندما وصلوا له عندنا وصلوا انهالوا عليه بالضرب بأعقاب البنادق، ضربوه بالبنادق حتى سقطوها الأرض، وبعدين كهربوه وقاموا بسحله ودشدشته بالماء الثلج. دول زنزانة رقم 7، زنزانة انفرادي مظلمة، تركوه أشهر، يعني كل يوم يطلعوه في الليل يضربوه حتى الفجر، كنت أسمع صياحة، وكان يضربوه وبكاء، والضربة اللي كان يحصل له يعني ما فيش بيني وبينه مترين. لها انفرادي مظلمة، ما فيهاش هواء، ما فيهاش شمس، ما فيهاش أي حاجة. عذبوه كثيرا، كان يتركوه بدون أكل، كان عندما يدق عليهم الباب أنا جاوع يقوموا بضربه ضرب شديد، كل ما يتكلم يضربوه، اسكت يا جاسوس، أنت جاسوس للمخابرات الفرنسية، أنت جاسوس، أنت عميل لأمريكا. حرموه حتى الملابس، يعني جلس بسروال وفنيلة مدة تقريبا 3 أشهر بدون تغيير، ما فيش تنظيف، ما فيش ماء، ما فيش يتروش، ما فيش صابون، ما فيش شامبو، ما فيش أي حاجة. يعني حتى ان جسمه امتلا، يعني كان يتساقط بالقمل واصيب بمرض الجرب، فاكلوا كل المبلغ اللي معاه، يعني اكلوا هذيك الايام ما يعادل يعني 60,000 دولار، كانت حوالي 45,000 يورو. تعذيب حق الشيخ مرمري، كنت يجوا العسكر 3 4 عسكر يخرجوا من زنزل من الغرفه، نفس كل مره في الليل، وصل في الليل يرجعوا، يعني كنت نسمع الصوت للسياح مع الدور مع الكهرباء مع الماء، تمام. بعدين يرجع تقريبا الفجر الساعة 5 6 الصباح، يرجع ما يقدر والله يتمشى ولا حاجة، فوق البطانية كذا، فوق البطانية العسكر اللي دخلوا في الغرفة 3 أيام، ولا يأكل ولا يتكلم مع الوجع الدور. الشيخ مرمري كنت سياح، نسمع الكايبل، كنت يضربوا مع الكايبل، هو يقول لهم لو سمحت لو سمحت وقفوا، يزيدوا يزيدوا، واحد عسكري يتعب يجي واحد عسكري ثاني يضربوا. انا كنت نسمع مرمري يطلب علاج مع الوجع، ما قدر يتمشى، الحين يشوف فوق الكرسي، ما يجيبوا علاج، يقولوا موت. نسمع عسكري يقول موت موت موت، حيوان موت، يا كلب يصب. وهو سوى ترتيب من السعودية، كنت اتواصل مع اصحابه في صنعاء، واخو حفاد في المغرب يسلمني، بيت اخو، قمنا بتهريبه من صنعاء. تم تهريبك عبر الشيخ جمال المعمري؟